فينا جون لقيت الموبايلات جات لي يا اهو حربت. ليه الياس وليه الاحباط؟ العيال جامده وراحوا عبد ربيه جاب الجون بعد كده وبقينا اربعه وبقينا زي الفل. عندنا عبد ربيه وعندنا زيزو وعندنا بوتريكا والحضري ربنا يكرمه لما بيقع كده ويضيع وقته، كل الحاجات الجميله اللي احنا بنعملها دي ونقول مصر وهوبا ايه، وشفنا البنات المزز بتوعنا واقفين في غانا هوبا ايه هوبا ان شاء الله هنكسب، وفعلا كسبنا حاجه جميله جدا. يعني افراح لازم نشجع فريقنا، احنا مش اقل من اي حد، يعني مهم جدا كلنا نساعد الفريق. جت اللحظه كل وسائل الاعلام، كل الاعلاميين، صحفيين، الرياضيين، غير الرياضيين، الفضائيات، التلفزيونات المحليه، كله يوقف مع منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب المغرب ومنتخب السودان، اربع منتخبات عربيه كلنا نقف معاهم. ايه المشكله؟ ما بقفش مع حد، يعني أنا بقف مع منتخب مصر. احنا انا بقول ان احنا بشكل عام، لا يعني بلدنا، لا 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 مش عايز اقف مع حد بشكل عام. انا واقف مع منتخب، انا ما بقفش مع المنتخب التونسي. ما بقى شوف بقى انا محدد قوي. طب تصدق انا بحيي عشان انت مسافر تونس؟ لا يا حبيبي بتسلك يا استاذ احمد من دلوقتي، هيك عندك رحله تونس فبتمهد من دلوقتي. لا انت عارف التواصل لما شجعه كنت ديفوار السنه اللي انا هبوظها لك دلوقتي. لا 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 عمرو اديب لا يشجع ثانيه واحده عشان لما تروح تونس بقى يبقوا ما يدخلوكش في المطار ان شاء الله. انا بشجع مصر بس بقول في نفس الوقت العرب، يعني لما تونس تلاعب فرقه اخرى احنا نشجع، احنا مصريين يا اخي نحب نشجع الناس، احنا غير اي دوله تانية. انا بشجعش، احنا بنحب نشجع. يا اخي انت كنت بتشجع كاميرون في كاس العالم وكوت ديفوار في كاس العالم، معلش برضه انا بشجع مصر لغايه الاخر ومش هشجع تونس. ويا احمد حاجاتك دي ارجوك مش عشان رحله لتونس تبيع بلدك. يا عمري ما بيع بلدك، بلدك يا بلدي مصر، بلدي مصر يا احمد. شوف عبد ربيون، عبد ربيون بلدي، عبد ربيون اللي عمله لو سمعك دلوقتي يبكي عبد ربيون. يا سافلا يا حقيرا، يا سافلا يا حقيرا، يا وضيعا يا ابن الكلب، وأسفل وأسفل منك لم ترقبت عيني، وأوسخ منك لم تلد الكلاب، وأسفل منك لم ترقبت عيني، وأوسخ منك لم تلد الكلاب. خلقت مجردا من كل حسن، كأنك قد خلقت مع القرود. يا سافلا يا حقيرا، يا سافلا يا حقيرا، يا وضيعا يا ابن الكلب.